السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قاعدة موجودة في أول بلان اسمها موديلينج، تقدر ترسم بيها عناصر ثلاثية الأبعاد أو ترسم حاجة بتو دي وتحولها 3D. طيب خلينا دلوقتي نقول مثلا إحنا نرسم بوكس. طيب كده أنا رسمت طول العرض ناقص الارتفاع، فبقى ضربت بالارتفاع هنا وأدوس إنتر، أو لو أنا موجود هنا برضو تقدر، أو تقدر تدوس أول نقطة تاني نقطة وهو يعتبر ده الارتفاع. تقدر ترسم 3D سيرفيس، تقدر سلندر، هو بيقول لك ارسم الراديوس، ارسم البعد كذا، ارسم الارتفاع. لا ترسمت معاك. بعد كده عندك اوامر تعديل، مثلا شامفر او فيلت، هتقول بقى انا عايز انهي جزء اللي تعمل له فيلت. هو بيقول لك حدد ال 3D، حددنا 3D. طيب بيقول لك ستارت بوينت الايدج ديت، تمام. هو بقى بيقول لك حدد المقدار بتاع الفريت قد ايه، فمن خلال المقابل ديت تقدر تعدل الفريت زي ما انت عايز، تمام. ممكن تقول له كونفيرم او تعمل واحد كمان او تدوس اسكيب وتخرج من الامر.